دايما عشرة دايما. بالنسبة لمحمد علي عقيد كي نحكي عن الملف هذا أنا شخصياً نحس معناها نتقلق. علاش؟ لخاطر عندي حقيقة ثابتة، عندي ملف ثبت بالتقرير متاع الطبيب الشرعي أنه محمد علي عقيد الله يرحمه مات مقتول، مقتول يعني مضروب بالرصاص. يعني فما طب شرعي أكد وفند الروايات الكل وأكد أنه محمد علي عقيد الله يرحمه قتل بالرصاص. إلى يومنا هذا متعداش شهر ولا شهرين تو 6 سنوات والملف لا يزال معناها في معناها ما حققناش تقدم فيه، رغم اصرارنا رغم محاولاتنا رغم نداءنا انه فما نقطه استفهام كبيره في الملف هذا. شنو هي نقطه الاستفهام؟ انه كيجيك شاهد ويا للاسف اللي هو تونسي والشاهد هذا يقدم روايه تختلف تماما عن ما ثبت في التقرير نتاع الطبيب الشرعي، يعني هنا تكون نقطه استفهام كبيره. اللي يصر انه محمد علي عقيد مات بساقة ويأكد لنا الطبيب الشرعي ونحييه بالمناسبة انه مضروب وانه مقتول وانه تم رمي بالرصاص وانه معناها تم التنكيل به في حياته وقتله والتنكيل بعائلته وفي مماته، وقعد الموضوع هذا ما يتقربش والموضوع هذا تابوه، وحتى التعامل القضائي مع كامل احترامي للسلطات القضائية اللي عنا ثقة فيها تعامل بطيء وبطيء جدا، انه ملف بدرجة هذه من الخطورة، انه عائلة الذر كما تذرت عائلة محمد علي عقيل، انه بطل تونسي، معناه بطل تونسي منش انا كشهيد الخليفي مش نحكي على بطولاته ولا صولاته ولا جولاته ولا ملحمة الارجنتين، ايش عمل محمد علي عقيد الى يومنا هذا؟ نلقاو انه حقه ما ظهرش، وقد اكد الطبيب الشرعي بالدليل العلمي القاطع انه محمد علي عقيد الله يرحمه قتل. احنا راه نقولوا لن نسكت على هذا الباطل، احنا في اتجاه تدوير القضية، احنا ننادي صرخة استغاثة ومطلب كرامة ومطلب معناه ارجاع للتونسي حقه، خاصة ان المشرع التونسي معناها يقدم من النصوص اللي معناها ما يخول تتبع الجنات. يا هل ترى السعودية فوق المحاسبة؟ يا هل ترى انه التونسي ما ينجمش يكون عنده معناها نفس قيمة خاشقجي اللي العالم كامل اللي معناها قامت الدنيا وما قعدتش؟ الواقع انا في شخصي وانا كدفاع نطلب معناها توجيه، وطلبت الشيء هذا توجيه استدعائه كمشارك في جريمه القتل، خاصه وانه كان شراسه اكثر شراسه من السعوديين انفسهم عليه، ولا يزال يصر بكل وقاحه ونسطر تحت الى يومنا هذا في تقديم معناها حقيقه كاذبه. وبالتالي انا اعتقد انه الشخص هذا يجب تتبعه من اجل المشاركه في القتل العام، ونطلب من القضاء التونسي ومن السلطات التونسيه اللي هي توجه له جريمه المشاركه في القتل، واذا معناها ما يتمش توجيه الاتهام، خاصه انه فما من الادله ما يكفي انه السيد هذا يغالط في العداله، احنا سنتجه نحو تدويل القضيه واللجوء الى المحاكم الدوليه لاثبات حق محمد علي الله يرحمه، لاثبات حق عائلته. ومن الغرائب ومن المضحكات المبكيات محمد علي عقيد اليوم من هذا تمشي للبلدية تلقاه في مضمونه لا يزال حيا يرزق.